والله يا دكتور اصل ده موضوع فعلا بيخص كتير من الرجال، انا بشوفهم هم كويسين بيحافظوا على جسمهم يعني بيبذلوا بجد مجهود، فانا بزعل فيقول لك يبص بطني انا بقيت كويس وزنه كويس، بس تلاقي دايما عنده الكرش كانه يعني كائن لوحده صلب. عارفه يعني تبقيش مش حاساه طري، تحسيه صلب كانه مش عارف عليه. شفتي انت المنظر ده؟ مش يعني مش عارف يعمل فيه ايه. ويبقى جسمه كويس وهو لو نزل الدنيا هتبقى جميله. مزبوط. بس الظاهر انهم بيتبعوا حاجات خاطئه او برضو يعني بيلجأوا لممكن نصايح ما بتبقاش هي دي اللي هتفيده. مزبوط. فعايزين بقى نقول لهم بجد الحلول في الموضوع ده ايه يا دكتور؟ النهارده بقى هنتكلم عن الكرش كما ان الكتاب من قبل. لان الكرش فعلا بقى بصراحة هو كلام عنه كتير جدا، أسبابه كتير جدا. أوكي. حلوله قبل ما كم يعني قبل ما أسترسل بقى في الكلام، حل الكرش يا جماعة محتاج صبر. أنا أوكي. بس عايزة أقول عشان شوية وقت ما نستعجلش. من 4 لـ6 شهور ماشي. والنفس الناس، ودي المشكلة الأساسية اللي أنت هتقابلك في أسئلة الناس اللي بتجيلك، محدش عنده صبر يا شاف يستنى 4 و6 شهور. عايز في شهر وشهرين. أنا عايزة أخد حقنة، عايزة أعمل حاجة أضم بالونة. بجد والله ده وده اللي بيخلي التجارب تفشل أو محاولاتنا اللي بتكون صح تفشل. يعني هو لازم يفكر ان هو عقبال ما بقى كده برضه اخد وقت. انت كونت الكرش ده في قد ايه؟ قعد معاك كام سنه؟ ده صحيح. تراكم سنين طويله. صحيح. ادينا من 4 لـ6 شهور واتبع الخطوات اللي انا هقولها النهارده. هير. هتلاقوا نتيجه انا باكد باذن الله ان شاء الله. طب قولي لنا يا دكتور. طيب احنا عايزين نتفق مع بعض ان كرش او دهون في منطقه البطن تعادل مقاومه انسولين عاليه جدا، تعادل كم سكر ونشويات انا بدخله في جسمي كبير جدا. بيروح يجري جري يعلي لي الانسولين في الدم، الانسولين يروح جري يخزن لي كل السكر ده في الخليه بتاعتي. فمقاومه الانسولين تعادل، انا بدخل انتيك من السكر والكربوهيدرات عالي جدا، تعادل مقاومه انسولين، الانسولين ده مش عارف يروح عند الخليه يخبط يفك الشفره عشان يطلع الدهون اللي تحولت، السكر والنشويات تحول لدهون في الخلايا فيطلعهم لدمنا نستخدمهم كمصدر وقود. طيب نعمل ايه؟ الحل ايه يا جماعه؟ الحل كالتالي، لازم نوقف اكل بالليل. الكلمه اللي دايما بتسمعوها الدكاتره بيقولوها بس ما لهاش تفسير. انا عايزه افضي المخازن بتاعتي من الدهون اللي موجوده في الكبد 4 ساعات قبل نومي. كويس. انا بفضي اللي موجود في الكبد، فيبتدي جسمي يحرق ايه من بالليل للصبح؟ يحرق الدهون المخزنه بتاعته هو. فبنحقق ايه؟ بنحقق الحاجه اللي احنا محتاجين نعملها، وهي ان انا افقد وزن، اطلع الدهون دي من الخلايا. طب ايه كمان احنا محتاجين نعمله بصوره واضحه جدا؟ وانا بقولها لاي حد، اعملوها يا جماعه باي طريقه. رياضه ثم رياضه ثم رياضه بابسط صورها، ما عنديش مشكله. مش ضروري يعني تروح جيم ولا حاجه. قبل النوم كويس، مش على الريق، مش بين مش الشغل الصبح، مش انا عايزه قبل النوم مباشره اتمشى في التمشيه اللي هي الواقف، اللي هي الحركه اللي هي زي العساكر، التنطيط دي او المشي العسكري، نط حبل. عندنا شارع كويس ننزل نتمشى فيه، نادي، تمشي، اي نشاط رياضي، كارديو، ده يا جماعه ضروري قبل النوم. وموقفين اكل قبلها ب4 ساعات. طب ايه كمان يا دكتور؟ قطعنا النشويات والسكريات. مش بس كده، ايه كمان ما بيطلعش الانسولين جامد يا شاف بقى؟ البروتين والدهون. وده الكيتو، بس انا النهارده مش عايزه اتكلم عن الكيتو. انا بس عايزه اقول يا جماعه ناخد منه الجزئيه دي بس. هناخد بروتين براحتنا. حلو. كلوا يا جماعه بيض، فراخ، لحمه، سمك، قليلين الدسم. تمام. انا كده مش قلقانه، انسوليني مش هيضرب في السماء، فمش هيجري يخزن الدهون في الخلايا. الخضروات الكتير يا دكتور. الخضروات ممتازه، لكن نيجي للفاكهه يا جماعه. الناس بتفتكر يا دكتور انا بطلت رمرم، بطلت عوك، بس باكل فاكهه، بروح بقى بالليل اضرب البطيخه الجميله، النص كيلو عنب باللي هم كميه السكر فيه فاكهه خطيرة. الصيف خطيره طبعا، والتين والمانجا والحاجات دي خطيره. ما بيحسوش يعني. العنب انا مثلا بقول كوبايه من العنب، كوبايه يا دكتور انا بدوقهم وانا بغسل العنب على الحوض. البطيخ، بطيخه ايه يا دكتور؟ دي انا وجوزي سكر عالي، دي ميه، دي ميه يا دكتوره ما فيهاش سعرات. بيقول لك في الكنترول مع الجبنه القريش بقى. بالظبط، قريش لا ميه، رغيفين بلدي جبنه قريش وبطيخه يا مفتري. لا، وفعلا عندهم قناعه رهيبه يا شاف ان دي عديمه السعرات وان هم كلوا ميه. احنا ليه تخنا؟ ده البطيخ يا جماعه من اعلى الحاجات اللي الجلايسيميك اندكس عالي. يعني ايه؟ يعني مجرد ما حضرتك هتاكليهم الانسولين هيضرب في السماء، هيضرب. انت عارفه المانجا ارحم منهم؟ تخيلي الجلايسيميك اندكس بتاعها اقل. ده مش معناه برضو، انا عايزه اوضح كلامي لان الناس بتاخد كلمه من هنا على كلمه، كيلو مانجا